ما يقارب العام ولبنان بلا حكومة، رئيسان كلفا والرئيسان لم يؤلفا. الاثنين المقبل هو الموعد الذي ضربه رئيس الجمهورية ميشيل عون للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس العتيد. لا اسم توافقية حتى الآن بين عون وحلفائه ونادي رؤساء الحكومات السابقين. نحن ما بهمنا تسمية رئيس قد ما بهمنا برنامج رئيس الحكومة، وتاليا نحن عم نبحث مع حلفائنا ومع خصومنا بالسياسي عن برنامج معين للحكومة، ونحن ندعو إلى برنامج إصلاحات كان سبق للتيار الوطني الحر وطرحه. أما تسمية الرئيس بتجي تفصيل، هل هذا الرئيس سيتبنى هذا البرنامج من الإصلاحات نعم أم لا، وعلى أساسه منقرر دعم أو عدم دعم هذا الرئيس. غبار المعارك التي خاضها عون والرئيس السابق سعد الحريري تظلل رحلة التكليف الجديدة. المراقبون يرون أن سيناريو أشهر التكليف 9 التي انتهت بالاعتذار مرشحة للتكرار. فتكليف شخصية من ثوب الأكثرية النيابية التي يمتلكها حزب الله وحلفاؤه دون غطاء سني مستبعد، فيما أي شخصية سنية وازنة لن تقبل بأقل من الشروط التي وضعها الحريري. السؤال الأساسي اليوم الذي لم يتفق مع الرئيس الحريري تحت سقف الدستور والمعايير الدستورية، هل سيتفق مع رئيس مكلف جديد؟ وإذا كان وارد الاتفاق مع رئيس مكلف جديد، لماذا لم يتفق مع الرئيس الحريري؟ هذا السؤال الأساسي اليوم، لأنه أي شخصية ستكلف هناك سقف دستوري، هل رح تقدر تكون تحته؟ لأنه بالنهاية صلاحيات رئيس الحكومة منا ملك حدا، هذه صلاحيات مكرسة بالنظام لطائفة. تأجيل الاستشارات النيابية وارد بانتظار ما سيرشح عن الكواليس السياسية، وبانتظار تسويات ما يتجذر الانهيار بلا كوابح. احتمالات مفتوحة تحكم المشهد الحكومي، غموض تتشابك فيه الصراعات الداخلية بالرهانات الخارجية، فهل يصبح الفراغ الحكومي واقعاً لا فكاك منه رغم الانهيار المتسارع؟ ليال خروبي اليوم، بيروت.